هيا يا أطفال وهيا نمت يا أبو. مرحبا يا أطفال، مع عمو يزيد هذا الأسبوع أجيكم للتضامن مع الأطفال المصابين بداء السرطان بمناسبة اليوم العالمي لهذا الأطفال المصابين بداء السرطان. ربي يشافيهم إن شاء الله. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. اليوم جيت نحكي لكم عن حياة العقيد عبيدي محمد الطاهر. عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي. أنتم ثاني أطفالي إذا حبيتوا تحضروا معنا وتشاركوا في الحضور، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار أراء وملاحظات باش نقرأوا الرسائل نتاعكم. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلوا، تعالوا هلموا إلينا نضم مع عمو يزيد.